عن دوركم في هذا البرنامج وعن دور هذا البرنامج في أداء بعض حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ماذا يمكن أن تقول لنا؟ أولا أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات، وأرفع التهنئة بهذه المناسبة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لنجاح موسم الحج لهذا العام. وأقول لحجاج بيت الله الحرام، عسى الله عز وجل أن يكون حجكم مبرورة وسعيكم مشكورة وذنبكم مغفورة. وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ تعمل كما ذكرت من وقت مبكر لأعمال الحج، ومن ضمن أعمالها الإشراف على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي يعنى بفئة مهمة على قلوبنا وهم ذوي الشهداء. في كل عام بحمد الله عز وجل تستقبل الوزارة أعداد كبيرة جدا، وضمن هذا البرنامج الكبير ويتم الحمد لله تهيئة المخيمات والمواقع لهم في المشاعر المقدسة في منى وفي عرفات، ويتم بحمد الله عز وجل تكليف عدد كبير من الدعاة وطلاب العلم لمرافقتهم أثناء هذا الموسم. كذلك يتم استضافة يعني عدد من الشخصيات الإسلامية البارزة وعدد أيضا من المسؤولين لاستضافتهم في هذا البرنامج. البرنامج بحمد الله عز وجل كل عام يقوم وهي الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية تشرف على هذا البرنامج، تقوم بدور كبير في تهيئة الأجواء المناسبة لذوي الشهداء في كل عام. كذلك الوزارة تستمر في أعمالها وبرامجها بعد هذا الموسم من خلال توزيع 1,000,000 نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وأيضا ترجمات كلمات القرآن 76 لغة عالمية توزع لكافة الحجاج والعاملين بالحج عند مغادرتهم المنافذ الجوية والبرية والبحرية كهدية من خادم الحرمين الشريفين. الأعمال مستمرة في المنافذ في المطارات، مطار الملك عبد العزيز، مطار الأمير محمد في المدينة المنورة، مطار الطائف، مطار ينبع، كل هذه المنافذ والمنافذ البرية تواجد فيها عدد كبير من الموظفين والموظفات لتنفيذ هذه الهدية الغالية على نفوس الجميع. نعم دكتور سالم، يعني أنا أريدك أن تحدثني عن الخطة المستقبلية، عن استمرار خططكم التشغيلية في مواسم الحج القادمة. كيف لهذا البرنامج أن يتوسع؟ كيف لهذا البرنامج أن يخدم أكبر عدد ممكن؟ لا نرجو أن يكون من أسر الشهداء والمزيد من الشهداء، بل للشخصيات الإسلامية ولكذلك ضيوف خادم الحرمين. كذلك كما ذكرت لك البرنامج يعني يستقبل أسر ذوي الشهداء، شهداء الواجب، وأيضا بعض الشخصيات الإسلامية التي يتم استضافتها في هذا البرنامج. ويستمر العمل الحمد لله عز وجل في استضافة عدد كبير من الشخصيات خلال العام من خلال برامج الوزارة المتنوعة، ويستمر الجهد هذا في تقديم كثير من الأعمال التوعوية والأعمال الحمد لله التي أعلن عنها معالي وزير الشؤون الإسلامية خلال هذا الموسم المبارك. الوزارة في هذا العام استقبلت أكثر من 200,000 اتصال هاتفي، ووزعت أكثر من أرسلت أكثر من 9 ملايين رسالة نصية لتوعية الحجاج وإرشادهم بمختلف اللغات. فالأعمال ما زالت كذلك مستمرة في المنافذ والمطارات وتوزيع هذه الهدية المباركة. السنة هذه كذلك الوزارة يعني عملت على بث العديد من المحاضرات، وصلت إلى 9,000 محاضرة وبرنامج دعوي خلال رحلة الحج من خلال المساجد أو من خلال مساجد المشاعر، سواء مساجد المنطقة المركزية أو مساجد المشاعر أو في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
مما أيضا يعني تم حقيقة في هذا الموسم المبارك التوزيع 800,000 كتيب ومطوية لضيوف الرحمن بلغات عالمية متنوعة، وتوزيع أكثر من 950,000 عبوة ماء مبردة في مساجد المشاعر المقدسة. العمل جدا كبير والجهود مبذولة والعمل مستمر مع ضيوف الرحمن إلى أن يغادر آخر يعني ضيف من ضيوف الرحمن هذه البلاد الطيبة المباركة.